هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، انطلاقة شوطنا الحادي عشر مد بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا الحادي عشر الخاص بهنا الثنايا القعدان المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل في هذه الانطلاقات والتحديات من الستة كيلومترات. وبداية الستة كيلومترات في هذا اليوم نتابع ونسير إلى الصدارة، نتابع المقدمة وصدارة هذا الشوط والمنطلق النجمي محمد بن علي بن حليس العفاري من يأتينا على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني شعار بنواس من الجانب الآخر المنطلق بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. شاهين سعيد بن علي بنواس نجتبي من يقدمه من الجانب الآخر بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الرسمي. يأتينا على المركز الثالث علي بن سعيد بن السيد إبراهيم الهاشمي منطلقا على المركز الثالث. والمركز الرابع الطاغي سعيد بن سليم بن سالم بن الأسود العامري، ويأتينا هنا المارد محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي يأتي على المركز الخامس وسادس المراكز عواصم. هنا المنطلق للدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري من يقدمه على المركز السادس. والمركز السابع شيبوب المنطلق هنا لصالح بن محمد بن نصرة العامري، ويأتينا مكحل محمد بن سعيد بن حميد الرزي الشامسي المنطلق بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء. الثامن المركز التاسع مياس محمد بن عبد الله بن سعيد الشمطي لقتبي، والمركز العاشر يأتينا مشكور مبارك بن سليم بن مبارك الخيالي من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى بأول ندى للمراكز العشرة الأولى. ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة وعلى المركز الأول. هنا شاهين سعيد بن علي بن واس نكتبي من يقدمه على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة، بينما المركز الثاني والمنطلق النشمي على المركز الثاني لمحمد بن علي بن حليس العفاري. ومن الجانب الآخر الرسمي علي بن سعيد السيد الهاشمي من ينطلق على المركز الثالث ويتسلل بدوره هذه اللحظات إلى المركز الثاني، بينما رابع مراكزنا المركز الرابع ويأتي الطاغي سعيد بن سليم بالأسود العامري منطلقا بتحدياته هنا على المركز الرابع. المركز الخامس مكحل هنا محمد بن سعيد بن حميد الرزي الشامسي من يقدمه بالانطلاق والتحدي الجميل على المركز الخامس. سادس مراكزنا يأتي هنا بهذه الانطلاقة والتحدي الجميل مع المارد محمد بن سلطان بن مرهان لقتبي، هنا الصعب ينطلق بشعاره وهجنه المتميزة على سادس المراكز. المركز السابع يأتي مشكور، المركز السابع مبارك بن سليم بن مبارك لخيالي من ينطلق سابعا. وفي المركز الثامن عواصم الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري منطلقا ثامنا. وفي المركز التاسع مياس محمد بن عبد الله بن سعيد الشمطي لقتبي، وعلى المركز العاشر عناد عيسى بن سلطان بن عيسى بن مسلم الشد المنصوري من ينطلق بهذه الانطلاقة على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. نها على حضراتكم بهذه الانطلاقات والتحديات. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وأسامي خلف المراكز العشرة الأولى، ترقبوها أيضا قادمة لها سجل حافل بالإنجازات. نعود مشاهدين الكرام إلى التغيير من الرسمي من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الرسمي من انطلق بصدارة هذا الشوط علي بن سعيد السيد الهاشمي من انطلق بصدارة انطلق بالمقدمة وبالمركز الأول.
وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني شاهين سعيد بن علي بن واس لجتبي من يأتينا على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث والوصول هنا من قبل المارد على ثالث المراكز محمد بن سلطان بن مرهان لجتبي من يقدم على المركز الثالث. هناك النشمي من الجانب الآخر على المركز الرابع لمحمد بن علي بن حليس العفاري، وخامس مراكزنا يأتي الطاغي لسعيد بن سليم بالأسود العامري من ينطلق بهذا الأداء وهذا التحدي الجميل. هنا المركز السادس، سادس مراكزنا مشكور مبارك بن سليم بن مبارك لخيلي من يأتينا على المركز السادس والمركز السابع. امكح الياتي محمد بن سعيد بن حميد الرزي الشامسي من يقدمه هنا على المركز السابع والمركز الثامن. المركز الثامن يأتي الرسمي علي بن سعيد السيد أو هنا القادم في هذه اللحظات. هناك والمنطلق مياس محمد بن عبد الله بن سعيد الشمطي لجتبي وعواصم، عواصم الدكتور راهد بن حمد بن زفنة العفاري من يأتي بهذا الانطلاق. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود هنا إلى الصدارة والرسمي. الرسمي من انطلق بصدارة هذا الشوط انطلق بالمقدمة وبالمركز الأول. الرسمي الرسمي علي بن سعيد السيد الهاشمي القادم بهذه الانطلاقة. المارد يأتينا على المركز الثاني هنا لمحمد بن سلطان بن مرهان لجتبي من ينطلق بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. ومن الجانب الآخر هناك النشمي محمد بن علي بن حليس العفاري من يقدم لنا النشمي بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. هنا القدوم في هذه اللحظات والقدوم والتحديات مع الكيلومتر الأخير. الطاغية القادم هنا بهذه الانطلاقة والتحدي لسعيد بن سليم بالأسود العامري من يأتينا على المركز هنا. إذن ارثو الرابع والمركز الخامس مشكور مبارك بسرية بن مبارك لخيالي، وياتي عواصم دكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري المنطلق بهذه الانطلاقة. وصل سلهود، وصل سلهود بأول نداء ما يبنى لطاري كان خلف المراكز العشرة الأولى. ها هو يتسلل لأحمد بن محمد بن غنام الهام اللي قلنا لكم أسامي خلف المراكز العشرة الأولى. هذا أحد الأسماء، ها هو قادم بكل قوة عين على الصدارة كما عودنا دائما وأبدا، عودنا بالفوز وبالإنجازات. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة من المارد محمد بن سلطان بن مرهون نكتبي هو سلهود على المركز الثاني. هنا المحمد أحمد بن محمد بن غنام بن هاملي. الله التحديات الأخيرة بين المارد وبين سلهود. المارد وسلهود، المارد يسيطر بالسيطرة على زمام الأمور وسلهود يحاول. الله الله، المارد وسلهود، سلهود والمارد التحديات الأخيرة، ولكن المارد هو الأقرب للفوز، الأقرب للناموس. هنا تهانينا، تهانينا سلام برغم سلام على هذا الأداء المميز الجميل. هنا ولحظة وصول المارد محمد بن سلطان مرهان تأتينا في المركز الثاني سلهود أحمد محمد بن غنام الهامري. المركز الثالث الرسمي علي بن سعيد السيد الهاشمي. المركز الرابع وصل مشاهدينا الكرام هناك الطاغي لسعيد بن سعيد بن أسود العامري، ويأتينا النشمي محمد بن علي بن حليس العفاري على المركز الخامس. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى التوقيت الزمني للمارد ولحظة وصوله 9:39 ثمانية من الأجزاء من الثانية توقيته الزمني. تهانينا والناموس لمحمد بن سلطان بن مرهان لجتبي على هذا الأداء المميز. 9:40 جزء واحد من الثانية التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام سلهود وقدم عرض يشكر عليه. تهانينا لأحمد بن محمد وغنام الهاملي. أما ثالث مراكزنا فكانت الانطلاقة من الرسم العلي بن سعيد السيد الهاشمي قاطعا المسافة
فترة زمنية مقدارها 9:46 جزء واحد من الثانية هو توقيته الزمني الذي سجل بهذا الانطلاق. تهانينا وناموس للجميع.